نبدأ على بركة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم جميعا في هذه الندوة التي أسأل الله أن ينفع بها وأن تؤتي الهدف الذي عقدت من أجله، في رفع قيمة الباحثين إلكترونيا ورفع قيمة الجامعة على مستوى الجامعات العربية والعالمية بإذن الله. بداية أشكر عمادة البحث العلمي على إتاحة هذه الفرصة وعلى السماح لنا بتقديم ولو جزء بسيط في خدمة الباحثين، وأود أن أشكر أيضاً عمادة التعلم الإلكتروني ممثلة بعميدها وجميع الطاقم الذي رتب وجهز هذه القاعة الإلكترونية، من الأستاذ محمد جار الله إلى الأستاذ الحسين، فجزاهم الله عنا كل خير. عنوان ندوتنا اليوم أو محاضرتنا هي الهوية الإلكترونية للبحث. الهدف من هذه الدورة هو التعريف أولاً بمفهوم الهوية الإلكترونية وأهميتها من أهم أهداف هذه الدورة، زيادة الوعي بأهمية حصر وتوثيق الإنتاج العلمي وتسويقه. كأننا نقول أني ألقى أوعية أضع فيها جميع ما يخص الباحث من أبحاث، من كتب، من مقالات، من مراجعات إلى آخره. من ضمن الأهداف هي التعريف بالطرق التي يمكن بها حصر وتوثيق الإنتاج العلمي للباحث، وهي أفضل طريقة لحفظ الإنتاج العلمي. أيضاً التعريف بكيفية قياس الإنتاج العلمي باستخدام مؤشرات مختلفة نتعرض لها إن شاء الله في محاضرتنا هذه الليلة. ثم كيفية تقييم الهوية الإلكترونية وكيف نتحكم بها. من أهم أهدافنا تنمية مهارات الباحثين في تطوير هويتهم الإلكترونية باستخدام عدد من الأدوات، وأيضاً تنمية المهارات في البحث عن هويات باحثين آخرين وتقييمها. سياستنا في هذه الدورة بإذن الله نلقي المحاضرة مباشرة ثم نستقبل الأسئلة، وبعدها بإذن الله إن كان معنا وقت نطبق على بعض المواقع مباشرة. مما قرأت، طبعا كل هذه الدورات التي تعقدها عمادة البحث العلمي تهدف إلى رفع كفاءة الباحثين في استخدام الطرق المتاحة في إثبات أو في رفع البحث العلمي سواء للباحث أو للجامعة. ولعلنا إن شاء الله في بداية الطريق، ونرحب بجميع اقتراحات الزملاء والزميلات في الجامعة لأي دورات أخرى تعتقدون أنها ممكن تسهم في رفع كفاءة الباحثين، وأنا على رأس قائمة من يحتاج إلى الاستفادة. قرأت في كتاب أن معدن الأكاديمي يظهر في ماذا ينشر. الكتاب اللي قرأته هو كتاب اعترافات أكاديمي متقاعد، كتاب قيم، في جزء منه يذكر الأهم الأشياء التي تخصنا كأكاديميين وماذا ينبغي علينا. من ضمن العبارات التي أعجبتني كلمة معدن الأكاديمي يظهر في ماذا ينشر، وأيضاً عبارة الفرق بين الأكاديمي الجاد والجيد والأقل جودة وجدية هو في مضمون بحوثه المنشورة وما تحتويه من أصالة وإضافة. بدون النشر العلمي لا قيمة للأكاديمي، بدون النشر أصبحنا في مصاف المعلمين، من غير أن ننقص من قيمتهم وقدرهم، فهم اللي علمونا، ولكن يناط بالباحث الأكاديمي أو بالأكاديمي على الأخص ثلاث مهام، اللي هي التدريس
والبحث العلمي وخدمة المجتمع. لعل من ضمن ما أذكره لكم الليلة هي عبارة أينشتاين المشهورة publish or perish، يا تنشر يا تهلك، طبعا بقاء الشخص فيما يترك من علم. الهوية الإلكترونية، أنا متأكدة أن الكثير بحث عن هذا الموضوع مجرد ما وصلهم الإعلان، إذا لم يكن لديكم خلفية سابقة عن موضوع الهوية. باختصار هي معرف إلكتروني أو رقم تعريفي لكل باحث يخصه يمثل الهوية الأكاديمية الحقيقية، مثل ما عندنا هويات وطنية وعندنا أرقام وظيفية في الجامعة إلى آخره، عندنا هويات إلكترونية تخص الباحثين. قد تسمى في بعض الأحيان السجل البحثي، وممكن البصمة الإلكترونية، إلى غيرها من الأسماء العديدة. بالنسبة للي أرسلوا أن ما عندهم صوت، تأكدوا من إعدادات الصوت، لأن الجميع أو الأغلب أكد أنهم يسمعون الصوت. طيب، ليش نتكلم الليلة عن أهمية أو عن الهوية الإلكترونية؟ تكمن أهمية الهوية الإلكترونية في التالي: أولاً، بناء مستودع للإنجازات يوثق فيه أعمال الباحث خلال مسيرته العلمية والبحثية، ويمكن الرجوع إليها عند الحاجة، طبعاً في أي مكان، فقط إذا توفر عندنا النت وجهاز كمبيوتر أو حتى الأجهزة الحديثة، من آيباد إلى تابلت إلى جوالات إلى آخره، نستطيع أن ندخل على الأبحاث أو الإنجازات التي قدمها الباحث. من أهداف أو من مزايا الهوية الإلكترونية أنها تثري المحتوى الرقمي بمعلومات قيمة وذات موثوقية عالية، وعلى الأخص المحتوى العربي، أو بمعنى أدق في التعريف بالباحثين العرب. من مزايا الهوية الإلكترونية التسويق للباحث ولإبحاثه عبر وسائل التواصل المختلفة، وسنأتي عليها إن شاء الله بعد قليل، كيف يمكن للباحث تسويق بحثه أو أبحاثه عن طريق الوسائل المختلفة. من أهم مهام أو ميزات الهوية الإلكترونية هي زيادة فرص الوصول للأبحاث والاستشهاد بها. لما يكون عندنا موقع محدد وموجود فيه الأبحاث، بسهولة نستطيع الحصول عليها والاستشهاد بها فيما يخصنا أو في المواضيع التخصصية. طبعاً ورفع معامل التأثير الخاص بكل باحث على عدد الاستشهادات، يتأثر معامل التأثير الخاص بكل باحث. أيضاً من أهمية الهوية الإلكترونية هي ارتفاع تقييم الجامعة في نظم تصنيف الجامعات العالمية. كلما زادت الاستشهادات بأبحاث الأعضاء المنتسبين للجامعة، يتقدم تصنيف الجامعة بين الجامعات سواء العربية أو العالمية. زيادة فرص التواصل الاجتماعي، وعلى الأخص البحثي الذي يخصنا إحنا كباحثين مع باحثين آخرين، وحماية الإنتاج البحثي من السرقات العلمية، التوثيق يعني حمايته من السرقة. أيضاً للهوية الإلكترونية أهمية في أنها مصدر هام لتقييم أي عضو مرشح سواء للترقية أو منصب أكاديمي أو علمي أو وظيفي، تعتبر مؤشر من مؤشرات العضو المرشح لأي منصب أو أي وظيفة أو أي ترقية إلى آخره. هي طريق سريع لمن يبحث عن مشرف أكاديمي، وبالنسبة لنا إحنا كباحثين طريق مختصر يعطيني خيارات متعددة للباحثين الذين يمكن مشاركتهم في مشروع بحثي. والآن الوزارة على قدم وساق في دعم مبادرات التعاون الدولي، أسهل طريقة للحصول على التعاون الدولي كل باحث في تخصصه هي
استخدام الأماكن أو الوسائل التي يحدد فيها هوية الباحثين الإلكترونية. طبعاً استمرار تحديث المعلومات في هذه المواقع تعطينا الخلاصة إلى آخر ما توصل له الباحثين والعلماء في مجال التخصص. يعني تحديث أول بأول، ونعرف كل جديد أو كل ما يستجد في المواقع أو في الأبحاث عامة. كيف نحصل على الهوية الإلكترونية؟ طبعاً الهوية الإلكترونية لها كثير من المواقع، وكل موقع أو كل وسيلة لها هدف تستخدم بطريقة مختلفة. فيما يخص الباحثين أو الأكاديميين، عندنا محركات البحث الإلكترونية يخص البحث والباحثين، وممكن يكون لكل شخص منا وسائل تواصل اجتماعي ويوظفها حسب ما يرى، سواء مجال أكاديمي، سواء مجال تعليمي، سواء مجال صحفي إلى آخره. من أبسط وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك والسناب والإنستغرام إلى آخره. أيضا من ضمن الأشياء التي نحصل على الهوية الإلكترونية لأي شخص مواقع السيارة الذاتية، وأشهر موقع لينكدين. أيضا ممكن نحصل عليها من المدونات ومن الصفحات الشخصية. كل الأربع نقاط الأخيرة ما راح نتكلم عنها الليلة، اللي يهمنا فقط هو محركات البحث الإلكتروني، ولعلنا فيما بعد أحد الزملاء أو الزميلات ممكن يختار أي موضوع من هذه المواضيع الأربع يتكلم عنها، كيف نبني هويتنا الإلكترونية عليها وكيف نحافظ عليها ونطورها. أهم المواقع لبناء الهوية الإلكترونية، الآن نقتصر بحثنا فقط أو محاضرتنا الليلة على محركات البحث الإلكتروني. أهم المواقع لبناء الهوية الإلكترونية للباحث أو للأكاديمي أو لطالب الدراسات العليا هي اللي ظاهرة أمامنا في الشاشة، وهي بعضها وليست كلها، لعلي رشحت منها الأكثر تداولاً أو اللي يفي بالغرض من بناء الهوية الإلكترونية. إحنا إن شاء الله بعد ثلث ساعة تقريباً نأخذ ربع ساعة للصلاة وبعدين نستأنف المحاضرة. المحركات الشهيرة سكوبس، وكلنا نعرف موقع سكوبس أو قاعدة بيانات سكوبس. عندنا جوجل سكولر، ولا أعتقد أن في شخص ما عنده الجوجل سكولر. فيه الريسيرش جيت، فيه الأكاديمية، أيضا الأوركايف أو أورك آي دي، تنطق بالحالتين. وعندنا آخر شيء ممكن نتعرض له اللي هو ريسيرشر آي دي. سكوبس معروف قاعدة البيانات التي يتبعها، الريسيرشر آي دي اللي آخر واحد يتبع الويب أوف ساينس اللي هو مرتبط بكيفية معرفة أو المجلات اللي تصنيفها آي إس آي. فمع الوقت رح نتكلم إن شاء الله على الخمسة الأولى، الأخير رح نأجله إلى إن شاء الله نعقد محاضرة أو ورشة تدريبية في مجلات الآي إس آي، وناخذها بشكل من التفصيل أو بشيء من التفصيل في وقتها بإذن الله. الآن راح نتعرض إلى المواقع هذه واحدة واحدة، كيف ندخل لها، كيف ننشئ حساب فيها، كيف ندرج أبحاثنا فيها ونقيم أنفسنا أو نعرف المؤشر الخاص بنا ارتفع ولا نزل ولا إيش اللي يؤثر في رفع المؤشر، وكيف نقيم الآخرين أو نطلع على هوياتهم. أولاً سكوبس
ماذا يعني سكوبس؟ سكوبس هو قاعدة بيانات للأبحاث المراجعة علمياً. جميع الأبحاث التي تمت مراجعتها علمياً يمكن إدراجها في قاعدة بيانات سكوبس. طبعاً لا يمكن الحصول على البحث كامل من قاعدة سكوبس، فقط تعطيني عناوين وملخصات الأبحاث وما يختص بها، عنوان أو مؤلف، سنة النشر، المجلة التي نشر فيها، هل الوصول مفتوح ولا لا، إلى آخره، بدون أن تعطي البحث كامل. طبعاً يتطلب استخدام موقع سكوبس كما رأينا، وجود حساب على جهة أكاديمية زي جامعتنا، وهذه من النعم اللي دائماً أتذكرها ونحمد الله عليها أنها سهلت لنا كثير من الوصول إلى قواعد البيانات. كنا في فترة من الفترات قبل انضمامنا للجامعة، يمكن أتجاوز في هذه الكلمة، لكن كنا نسعى إلى الحصول على رقم الحساب عشان أدخل على ساينس دايركت أو سكوبس أو أقدر أطلع منها أحمل أبحاث. فالآن اللهم لك الحمد، يعني جميع من ينتمي للجامعة ومن لديه رقم وظيفي يستطيع الدخول على قاعدة البيانات عن طريق المكتبة الرقمية بكل يسر وسهولة. في جلسة واحدة ممكن أنهي كل ما أحتاجه من قواعد البيانات. إذن نرجع نقول تطلب الدخول على قاعدة بيانات سكوبس وجود حساب على جهة أكاديمية، لأن لو ما كان عندنا حساب على الجهة الأكاديمية ممكن أحصل على الشيء القليل ولا أقدر أتحكم في حسابي ولا في أبحاثي. طبعاً يمكن التسجيل من حساب شخصي تحت مظلة الجامعة، يمكن التقدم بطلب تعديل البيانات، يعني لو كان عندي حسابين على سكوبس ممكن ندمج الحسابين أو نضيف أبحاثي إلى آخره. طبعاً موقع سكوبس من أهم المواقع التي تعطي إحصائيات متقدمة ودقيقة وتحلل البيانات سواء للشخص أو للجامعة أو حتى الدول، فهو مرجع دقيق لإحصائيات أو تحليل بيانات أي باحث ينتمي للجامعة أو لديه حساب على سكوبس. كيف ندخل على سكوبس أو كيف نسجل عليه؟ طبعاً إحنا ندخل على المكتبة الرقمية، مجرد الضغط على سكوبس يفتح لنا الصفحة ونقدر نبحث أو ناخذ المصادر إلى آخره. ممكن نبحث باسم الباحث، ممكن نبحث باسم بحث، ممكن نبحث بالانتماء، إلى عديد من الخيارات اللي كلنا نعرفها. لكن لو حبيت أخصص لي موقع أو أنشئ لي مكان في قاعدة سكوبس بحيث أجمع فيه أبحاثي، ما أتركها مجرد مس يعني أحط البحث وتطلع لي ضمن قائمة أبحاث، خصوصاً إن فيها أسماء متشابهة كثيرة. لما أخصص أقدر أحصل على قائمة موحدة أو قائمة خاصة بأبحاثي. مجرد ما أفتح قائمة اللست تطلع لي كل الأبحاث الخاصة فيه فقط. كما يظهر قدامنا الآن الشاشة، مجرد ما نفتح على سكوبس يعطيني الخيارات، وأعتذر أن الشاشة، طبعا مجرد ما ضغطت على ريجستر أعطاني فتح لي نافذة أخرى فأخفت لي أو أعطتني ظهور خافت للصفحة الأساسية. مجرد ما نضغط على التسجيل تفتح لي نافذة ويعطيني خيارين، الدخول ولا إنشاء حساب. الدخول إذا كان عندي حساب سابق، إنشاء حساب إذا ما كان عندنا حساب سابق. نختار إنشاء حساب. طبعاً إنشاء الحساب يتطلب كتابة الاسم الأول first name واسم العائلة، ولا بد من مراعاة الدقة في تهجئة الحروف سواء بالعربي أو بالإنجليزي، حتى سكوبس تخدم
المواضيع العربية. فتهجئة لابد من مراعاتها وتكتب كما يكتب معرف أو الاسم في الأبحاث. أيضاً من أهم الأشياء هي كتابة الإيميل الذي يتبع الجامعة، مو أي إيميل ندخل عليها. ننشئ أو نختار باسورد حسب تعليمات الباسورد guides. ممكن يطلب حروف كبيرة، حروف صغيرة، بعض الرموز إلى آخره، نتقيد بها وننشئ كلمة. وأعتقد هذه ما تغيب عن أي عضو هيئة تدريس أو أي باحث أو أي أحد من الحاضرين، فيعني بعض الأمور لن أفصل فيها كثيرا. طبعاً قد يظهر عندنا خيارات الموافقة على بعض الشروط. أنصح دائماً بقراءة الشروط قبل اختيار الموافقة. بعد ما نتأكد ونطمئن على الشروط، نختار الموافقة ثم تسجيل. بعد هذه الخطوة ندخل في الصفحة الخاصة بعضو هيئة التدريس، ولو تلاحظون عندنا في أعلى الصفحة يظهر اسمي كأني يعني الآن في صفحتي الخاصة. من ضمن الخيارات في هذه الصفحة هي السيرش، البحث، وبنبحث لنا خيارات عديدة، documents أو الأوثرز الباحثين، أو الانتماء أو الجامعة التي ننتمي إليها، أو أي جامعة أخرى نبحث عنها. بالضغط عليها بيعطينا خيارات لتحديد البحث. مثلا لو ببحث عن منشوراتي أو أبحاثي التي تم نشرها، نختار الديكومنت لأني أنا أحتاج أبحاث، وممكن أكتب جزء من البحث، وممكن أكتب اسمي فقط أو اسم العائلة، وحسب الحاجة اللي أنا أطمح إلى ظهورها نختار من الأيقونة اللي على اليمين جميع الحقول والعنوان البحث أو الابستراكت الملخص أو الأوثر فيرست أوثر إلى آخره. مجرد ما نختار تظهر لنا الأشياء التي أريد البحث عنها أو أحتاج لإظهارها. أنا الآن أهدف إلى استظهار جميع أبحاثي حتى أدرجها في قائمة مستقلة أقدر أرجع لها في أي وقت، أو ممكن أشارك بها في أي موقع آخر. الآن ظهرت لي لو تلاحظون عدد الأبحاث. إذا كانت طبعاً عندنا الاختيار نختار Open Access ولا غيرها. على اليمين عندي قائمة الأبحاث ظهرت لي. مجرد ما نحدد على المربع أمام كل بحث، مجرد ما أختار أول واحد وأستكمل البقية راح تظهر لي الخيارات اللي أعلى، ومن ضمنها Save to List، حفظ إلى قائمة. أرجو أن الأمور تكون واضحة للجميع. الآن نضغط على Save to List بعد تحديد جميع ما نحتاجه. ممكن بعض الأبحاث أنا ما أحتاجها فأختار فقط، إذا أني بصنف الأبحاث حسب فئاتها. نختار الأبحاث للفئة الأولى مثلاً وأحطها في قائمة List 1. إذا ضغطنا على Save List تطلع لنا شاشة أو نافذة يطلب فيها اختيار اسم القائمة أو Select for your saved list، اختاروا الشكل أو الطريقة اللي تحفظون بها القائمة. طبعاً نحط الاسم يكفي، اسم القائمة ثم Save List، كليك على Save List. بعد هذه الخطوة راح تظهر لي أو نقدر نستظهر القوائم المحفوظة من صفحة البحث الرئيسية. كان عندنا سيرش
في أعلى الصفحة، وسورس ومن ضمنها لست القوائم. مجرد الضغط على اللست راح تظهر لي القائمة التي تم حفظها وكم عدد الأبحاث فيها وتاريخ الحفظ، وفي آخر خيار رينيم ممكن إعادة تسميتها أو ديليت. أنا ممكن ألغي القائمة إن أحببت إلغاءها. طيب، على افتراض إن سكوبس ما طلع لي جميع الأبحاث في نتائج البحث، هي موجودة في قاعدة سكوبس لكن ما ظهرت لي في البحث اللي أنا سويته، يمكن لتغيير حرف في البحث أو تغيير موضوع من المواضيع إلى آخره. نلجأ إلى الطريقة التالية: في آخر القائمة بعد نهاية الأبحاث يكون عندي خيارات. من ضمن الخيارات الآن قدامنا محاطة بالأحمر Search Missing Documents، البحث عن بعض الملفات اللي أحتاج إضافتها. نختار، راح تظهر لي قائمة أو يفتح لي نافذة نكتب فيها عنوان البحث إن حبينا، أو نكتب فيها الأوثر أو المجلة إلى آخره، ونختار من القائمة التي على اليمين موضوع البحث بالضبط، وكليك سيرش ويطلع لي قائمة جديدة، ونكرر نفس الطريقة بالتظليل على رقم البحث أو رقم الديكومنت، ثم Add to List أو Save to List. الآن أنا عندي قوائم موجودة، يطلع لي الخيارين: إضافة إلى قائمة أو حفظ إلى قائمة جديدة. هذا ما يخص إضافة الأبحاث، سواء اللي موجودة مباشرة من أول مرة في البحث أو عن طريق إيجاد أبحاث لم تظهر في البحث الأول. كيف يمكن البحث عن باحثين داخل سكوبس؟ بكل سهولة، نختار الخيار Author Search في بداية الصفحة في أعلاها، ثم بدل ما نكتب Documents كانت خاصة في أن نوجد أبحاث خاصة بنا، وحتى ممكن نوجد أبحاث خاصة بالباحثين الآخرين، لكن الآن هدفي أني أبحث عن باحث بعينه. فنختار الأوثرز، نكتب اسمه، وممكن نكتب البيانات الثانية اللي هي الانتماء، وممكن نكتب الفيرست نيم، ويكفي اللاست نيم للأوثر لأنه بيطلع لي أكثر من خيار. من ضمن طرق البحث، يعني هذا بالاسم وبالجامعة التي ينتمي لها أو المعهد أو المكان اللي ينتمي له، وممكن الخيار الآخر لو تلاحظون تحت فيه Archive ID اللي هو رقم الاي دي الخاص بالباحث. لو كنت أعرف رقم الاي دي على قاعدة أوركايد أو موقع أوركايد، ممكن أحط الرقم مباشرة وأسوي له سيرش، وفي هذه الحالة راح يطلع لي بالضبط من هو الباحث بجميع أبحاثه بجميع ما يخصه. البحث الأول اللي هو بالاسم وبالانتماء قد يظهر الباحث وباحثين آخرين لهم نفس التسمية. اخترنا الآن باحث معين، وأنا مضللة عليه حفظا للحقوق، لأن بصراحة ما عرفت أوصل لهم، بس أنا حريصة إن يظهر لنا كل ما يخص الباحث. طبعا يظهر لنا الآن انتماء الباحث والقسم اللي هو فيه، ولو تلاحظون فيه author ID اللي هو رقم الأوثر في سكوبس، اللي هو زي ما تشوفون قدامنا 6602 إلى آخره. Author Name Format، أشكال الباحث أو أسماء الباحث. يبدو أن في كل بحث أو له مجموعة من الأسماء في البحوث، يعني بعض المجلات في كتابتها للمؤلفين أو الباحثين ممكن تكتب الاسم الأخير وأول حرفين من الأسماء، الاسم الأول
والأب مثلا، بعضها العكس، تكتب الاسم الأول للباحث والحرف الأول من الأب والاسم الأخير، وهكذا يعني تختلف التسميات، فبيطلع لي خيارات كثيرة لنفس الباحث بأسماء متعددة. طبعا مواضيع اهتمامات الباحث subject area، يطلع لي كل اهتماماته، وهذه نقطة مهمة جدا لنا كباحثين في البحث عن من يهتمون أو من يبحثون في نفس مجال التخصص. تحت نشوف منحنى تكراري أو مضلع تكراري، وفيه منحنى، طبعا المنحنى يشير إلى معدل نشر الباحث اللي هي المستطيلات الزرقاء هي عدد الأبحاث، الدوائر اللي في المضلع تشير إلى عدد الاقتباسات، كم مرة استشهد بأبحاث الباحث بالسنوات. على اليمين نلاحظ الـ H index، وهذه من أهم المقاييس في حساب تقدم الباحث أو في قيمة الأبحاث للباحث، والـ H index يعتمد بالدرجة الأولى على عدد الاقتباسات وليس على عدد الأبحاث، عدد السيتيشن. تحتها documents by author، عدد أبحاث الباحث، total citation في آخر مربع على اليمين. هذه إذا بقيم باحث أو بكشف عن هويته، أو إني أحتاج إلى البحث عن باحثين في مجالي، ممكن نختار follow this author، متابعة هذا الباحث إذا كان في مجال اهتماماتي، بيصلني مباشرة على سكوبس أو بتكون من ضمن الأولويات كل ما أدرج بحث أو أضاف بحث جديد، يوصلني إشعار بالجديد أو ما يخص هذا البحث. نخلص فقط جامعة الملك خالد في سكوبس وناخذ استراحة للصلاة ونعود إن شاء الله. أين موقع جامعة الملك خالد في سكوبس؟ إحنا نحتاج إلى رفعة، وطبعاً رفعة يعتمد على جميع الأعضاء ليس واحد فقط. بإذن الله بإذن الله أن يكون لنا العام القادم تصنيف أعلى من تصنيفنا هذا العام بمراحل كبيرة بإذن الله تعالى. للبحث عن أي جهة سواء جامعة الملك خالد أو غيرها، نبحث في الأفليشن، نكتب اسم الجامعة أو الجهة التي نريد البحث عنها في مكان البحث ونختار سيرش. طبعا من الأشياء اللي لاحظتها في سكوبس في البحث، لو تلاحظون طبعا للجامعة معرف آي دي، زي ما كل شخص منا بياخذ له آي دي، الجامعة لها آي دي واحد، لكن اللي لاحظته اختلاف التسمية. طبعا من حسن الحظ سكوبس دقيق فجمع الثنتين مع بعض لأنها نفس الجامعة بنفس المعرف الآي دي. كينغ كاليد يونيفرستي واحدة من اللي مكتوبة كلمة كاليد بالآي والثانية خالد بالإي، فالأصح طبعا هي الآي، ونرجو أن أي أحد عنده الكلمة الأخرى اللي بالإي تصحيحها أو تعديلها وهو الأفضل. طيب لو تلاحظون طلع لي تصنيفات أو جامعة الملك خالد حسب التخصصات، medicine, physical أو physics and astronomy إلى آخره، تخصصات كلها موجودة، كم عدد الأبحاث التي نشرت فيها، وعندي رسم بياني يوضح قيمة كل تخصص أو عدد النشر لكل تخصص. طبعا على أعلى اليمين فيه عدد الأبحاث 6832، طبعا هذه على مدى سنوات وليست سنة واحدة، احنا نطمح انه يكون عندنا كل سنة على الأقل 4000 على الأقل. تحتها العدد اللي هو 3956،
documents application only اللي هي الورقات البحثية في الجامعة، عدد الباحثين اللي هي 1361، إحنا نبغى هذا الرقم يرتفع أكثر وأكثر بإذن الله. يعني أنا ودي أني حصلت على إحصائية بعدد أعضاء هيئة التدريس الإجمالي في جامعة الملك خالد، ونطلع النسبة بين عدد الباحثين اللي طلعنا في سكوبس إلى إجمالي عدد الأعضاء. بالتأكيد نسبة يعني لا ترضي أي أحد ينتمي إلى جامعة الملك خالد. إحنا نحاول طبعاً، جميعنا ما زلنا نتعلم، ما زلنا نستفيد ممن سبقونا من الخبرة، ما فيها شيء لو سألنا، حاولنا، بذلنا، لكن أهم شيء يكون عندي المبادرة في الحصول على ما أريد. هذا مضلع أو منحنى تكراري خاص بالجامعة على مدى السنوات، كل دائرة في المنحنى تشير إلى السيتيشن أو الاقتباسات من أبحاث الجامعة. على اليسار السنوات بعدد الأبحاث. طيب كنا وقفنا عند وضع أو ما هي تصنيف أو جامعة الملك خالد في سكوبس. الآن ننتقل إلى الموقع الآخر في بناء الهوية الإلكترونية، وكلنا نعرف جوجل سكولر إن لم يكن أغلبنا. جوجل سكولر يمكن الدخول عليه من طريقتين، يا أن نكتب في البحث جوجل سكولر، أو أن ندخل من الإيميل الخاص بالجامعة على الكيكيو. في على اليسار في الكيكيو مجموعة من الخيارات على شكل أيقونات مربعة صغيرة، نختار منها جوجل سكولر، وممكن ننشئ حساب إذا ما كان عندنا حساب. على كل حال إذا ظهرت هذه الصفحة جوجل سكولر، إن شاء الله في العرض للشرائح أحط الرابط لكل موقع من هذه المواقع لمن أراد الاستزادة. مجرد الدخول على جوجل سكولر، إذا لم يكن عندنا حساب سابق ممكن ننشئ حساب بكل سهولة باستخدام الإيميل الخاص. طبعاً الإيميل على جيميل أو الكيكيو، باعتبار أن الكيكيو أصلاً على قاعدة الجيميل. طيب نعطي فقط الآن نبدأ تعريفية عن الباحث العلمي أو الجوجل سكولر. هو أهم أو أحد من أهم محركات البحث العلمي الأكاديمي، طبعاً يختص بالمؤلفات العلمية والأكاديمية اللي يحتاج لها أي باحث، سواء معلم أو طالب دراسات عليا أو طالب جامعة أو أساتذة كبار. الباحث العلمي أو جوجل سكولر يحتوي على مادة كبيرة جداً من الأبحاث والرسائل العلمية المعتمدة، ويحتوي أيضاً على المجلات العلمية المحكمة، وأيضاً على كتب وملخصات ومقالات. كل هذه طبعاً موثقة أو صادرة عن هيئات أكاديمية أو جامعات عالمية من الهيئات المتخصصة أو الجهات المتخصصة في البحث العلمي. من مزايا الباحث العلمي أنه يعطي فرصة للتعرف على الأبحاث ذات الصلة بمجال البحوث التي تخص الباحث. طبعاً يعرض النتائج مرتبة حسب الأهمية والتاريخ والأثر العلمي أو السيتيشن الاقتباسات للبحث، يعني يعطي الأبحاث الهامة. واللي عنده حساب في الجوجل يمكن يلاحظ أنه ما يرتب نتائج البحث حسب التاريخ، إنما يعطي حسب الأهمية أو السيتيشن. طبعاً يعطينا فرصة زي مثيلاته أو قرناء في مواقع البحث الأكاديمي، يعطي نبذة أو خلاصة ما وصل إليه العلم أو ما تم نشره حديثاً في مجال التخصص. استخدامه جداً سهل. لإنشاء حساب
على الجوجل سكولر. طبعا زي ما ذكرنا لازم يكون عند الباحث أو اللي يريد التسجيل حساب على الجيميل، ويفضل لمنتسبي جامعة الملك خالد أنهم يدخلون بحساب الكيكيو. طبعا إذا ظهرت صفحة التسجيل لابد من إدخال البريد الإلكتروني سواء على الجيميل أو كما ذكرنا الكيكيو. أنا أحرص وبشدة على الكيكيو لأنه أصلا طريق مباشر أو يعتمد على استخدام الجيميل. إن كان عندنا حساب جاهز تلقائي نختار التالي، إذا لم يكن نختار إنشاء حساب. باختيار إنشاء حساب طبعا تطلع لي صفحة جديدة يطلب فيها اسم الباحث الأول أو اسم اللي بيسجل على الجوجل سكولر، ثم اسم العائلة، يطلب منه استخدام أو اقتراح اسم مستخدم، وأيضا كلمة مرور ثم تأكيدها. وطبعا لابد من استخدام 8 أحرف أو أكثر على الأقل 8 بين الحروف والأرقام والرموز لإنشاء كلمة المرور. ويفضل إن الشخص يكون عنده دقة في اختيارها أو سهولة في كتابة الكلمة مع الوقت ما ينساها، أو إننا نختار كلمة قوية باختصار سهلة الحفظ. سهلة الحفظ. بعد كذا بعد ما أدخلنا البيانات الأولية المطلوبة نختار التالي، ينقلنا على صفحة جديدة يطلب فيها أشياء اختيارية مثل رقم الهاتف، عنوان بريد آخر إلى آخره. طبعاً إذا اخترنا عنوان بريد آخر ممكن يطلب منا كتابة سؤال للاسترداد أو إلى آخره. طبعاً هذه الأمور اختيارية ممكن تخطيها والانتقال إلى الخطوة التالية. الخصوصية والبنود، وزي ما ذكرت سابقاً نحرص دائماً على قراءة أي وثيقة يطلب منها الموافقة عليها. قرأناها وكانت يعني بالنسبة لنا ما فيها أي بنود تدين أو نخاف منها مباشرة وافق. ننتقل الآن أو يفتح لي الآن على صفحة فيها الملف الشخصي وفيها المقالات وفيها الإعدادات. طبعاً الطريقة الأولى أو الخطوات السابقة كلها لإعداد الملف الشخصي، مجرد ما كتبناها ممكن يظهر لي البحث أسماء قريبة من الاسم اللي أنا اخترته. كل الأسماء القريبة من الاسم اللي اخترته تظهر لي في هذه الصفحة. طبعاً الحساب اللي أنا سجلته حساب، لأن عندي حساب أساسي فما قدرت أسوي حساب من جديد ولا حبيت أسوي لي حساب على جيميل آخر. أنشأت حساب وهمي وسميته AAAA، أظهر لي لو تلاحظون كل ما يشبه الاسم اللي أنا اخترته. طبعاً نحدد إن وجد اسمنا، ومنين يظهر الاسم؟ يظهر من الأبحاث المنشورة. طبعاً يفضل أو لابد إن كل باحث يلتزم بكتابة اسمه كما هو في الأبحاث، يعني كله معرف واحد. الآن نختار الاسم، إن ظهر اسمنا من ضمن الأسماء، ما ظهر انتهى الأمر بالنسبة لي. ننتقل إلى الخطوة التالية اللي هي المقالات. باختيار المقالات أو اختيار من القائمة الواردة ننتقل إلى الخطوة التالية اللي فيها تحديث المقالات. طبعاً فيه أكثر من خيار، تحت تطبيق التحديثات تلقائياً أو إرسال التحديثات حسب ما نختار. راح يتبع معنا الجوجل سكولر إرسال التحديثات.
في هذه الصفحة خطوة مهمة، وهي جعل الملف الشخصي عاماً لا بد من التأشير عليه حتى يظهر للجميع، ثم الضغط على تم. ننتقل بعدها إلى الصفحة الرئيسية للباحث، وفيه أربع أيقونات أو أربع خيارات في أعلى الصفحة لا بد من إتمامها: التحقق من البريد الإلكتروني باختيار إضافة ممكن أضيف البريد، إضافة معلومات الانتساب إلى أي جهة ينتسب الباحث، مجالات الاهتمام اللي هي المجالات البحثية، وإضافة الصورة، وهذه كلها اختيارية لكن يفضل استكمال هذه البيانات. طبعاً تظهر الصفحة الآن أمامي، فيها الاسم ومكان الصورة، وفيها على اليسار يظهر فيها تقييم الباحث، تقييمه على H Index أو مقياس هيرشي أو ITIN Index. يعتمد الـ H Index كما ذكرنا سابقاً على عدد الاقتباسات للبحث أو أبحاث الباحث. في الجهة السفلية على اليسار أيضاً مدرج تكراري يشير إلى عدد أبحاث الباحث خلال السنوات. تحت اسم الباحث والصورة تظهر لنا قائمة الأبحاث الموجودة أو المضافة إلى حساب جوجل سكولر. طبعاً هي تلقائياً، من ميزة جوجل سكولر تلقائياً يجمع جميع الأبحاث على الاسم الذي أنشأناه ويدرجها تلقائي بطريقة آلية. فيه خيار إضافة أبحاث مثلاً ما أنشأها أو ما سحبها جوجل سكولر إلى موقعه عن طريق اختيار علامة الزائد تحت معرف أو اسم الباحث. مجرد اختيارها يعطيني إضافات البحث، وبنشوفها إن شاء الله في خطوات لاحقة. طيب الآن لو أردت البحث عن باحث وأشوف تقييمه أو تخصصاته اهتماماته أبحاثه إلى آخره، نختار أيقونة البحث ونكتب اسم الباحث، يطلع لي قائمة فيها الباحثين المشابهين أو الأسماء المشابهة، نختار ما نبحث عنه، وبتظهر لي صفحة الباحث. على سبيل المثال الباحث اللي أمامنا طبعاً هو معرف وهمي الآن، يتضح تقييم الباحث على اليسار، اقتباسات زي ما احنا نشوف محددة بالسنوات قبل 2013 أو الجميع، الـ H Index أو الـ I 10 Index، المضلع التكراري، قائمة الأبحاث إلى آخره. طبعاً بالضغط على كل أو على اختيار واحد من هذه الأبحاث راح يطلع لي البحث كامل، ولنا الخيار في طريقة حفظه أو الاقتباس إلى آخره. نشوف الآن جامعة الملك خالد على جوجل سكولر. طبعاً البحث عن جامعة الملك خالد على جوجل سكولر بيظهر لي أسماء الباحثين في جامعة الملك خالد اللي لهم حسابات على الجوجل سكولر، جميع الباحثين، وعلى يسار كل باحث إذا كانت الصفحة عربي أو يمينه إذا كانت إنجليزي، بيظهر عدد الاقتباسات لكل باحث، عدد اقتباسات باحث أبحاث كل باحث. جوجل سكولر من أسهل المواقع التي يتم التعامل معها. من ضمن المواقع الهامة رقم 3 اللي هو ريسيرش جيت. ريسيرش جيت وشبيه به إلى حد كبير
الموقع الرابع اللي هو أكاديمية. نشوف ريسيرش جيت يسمح طبعا الموقع بتحميل ملفات الأبحاث. موقع ريسيرش جيت لابد من تعبئة الأبحاث يدويا، مو زي جوجل سكولر يجمع لي كل الأبحاث، مجرد ما أحط اسم معرف يدرج لي كل أبحاثي الخاصة بي في الموقع. الريسيرش جيت لا، إدخالها آليا أو يدويا، أعتذر، يدويا، فيسمح بتحميل ملفات الأبحاث. طبعا لابد من مراعاة حقوق النشر، لأن بعض المجلات تشترط عدم نشر الارتكل كامل. يسمح أيضا بمعرفة الأشخاص الذين يقومون بالاستشهاد بالبحث أو قراءته مع تحديد موقعهم الجغرافي. أي شخص ممكن يقتبس بحث للباحث، يظهر له اسمه، أو إذا كان قرأ البحث ويحدد مكانهم الجغرافي. طبعاً يسمح للآخرين بإرسال طلب لك، يعني فيه ميزة التواصل، ممكن عن طريق إرسال رسالة على نفس الموقع ريسيرش جيت يطلب الباحث الآخر أي شيء، ممكن تحمل نسخة كاملة من البحث لقراءتها، أو ممكن يستفسر عن البحث، أو ممكن يسأل هل أنت الباحث لهذا البحث إلى آخره، حتى يعطي اقتراحات. طبعاً يسمح لزملائك بتأييد خبرتك في مجال معين من خلال معرفتهم بك. هذه من ضمن ميزات ريسيرش جيت، أنه يعطي فرصة للآخرين للتأييد، يعني زي ما نقول الإعجابات. يسمح بالإجابة كخبير على عدد من الأسئلة في مجال التخصص، فيه من ضمن الخيارات ممكن إنشاء سؤال والإجابة عليه. ومن ميزة الريسيرش جيت أنه أولاً بأول يرسل رسالة على البريد الإلكتروني الذي سجل به، إن كان فيه أبحاث جديدة نزلت للأشخاص الذين تتابعهم، إن كان في أسئلة موجهة، إن كان في اقتراحات، إن كان في اقتباسات، حتى إنه يرسل تقارير دورية عن تقدم الباحث أو تقييمه. طبعاً يطلع الباحث على الأبحاث الجديدة كبقية المواقع، يطلع على الأبحاث الجديدة المنشورة سواء في الجهة التي يتبع لها الشخص أو الأشخاص الذين لديهم نفس التخصص. كيف أنشئ حساب على الريسيرش جيت؟ بمجرد كتابة الريسيرش جيت يطلع الرابط أو يطلع خيار الريسيرش جيت، ونختار الرابط الذي ندخل عليه. الصفحة الأولى للتسجيل هذه ظاهرة أمامنا. طبعاً عندي خيارات ثلاثة للتسجيل، يا إما التسجيل بطريقة مجانية، يا إما التسجيل باي لينكدين، أو التسجيل بالفيسبوك. أسهل الطرق هي التسجيل جوين فور فري، تسجيل بطريقة مجانية أو إنشاء حساب بطريقة مجانية. مجرد اختيار الجوين فور فري بيعطينا سؤال تحديد ماهية الباحث. عادة نختار الاختيار الأول academic or student، الباقي لغير المتخصصين في الأبحاث. بيطلب بعدها الانستيتيوشن والديبارتمنت، ونتتبع الخطوات حسب ما تعطينا الصفحات التالية. continue، يطلب الفيرست نيم اللاست نيم، وأؤكد على استخدام الاسم الذي يرد أو الذي يكتب في الأبحاث، أو بمعنى آخر توحيد الاسم في جميع ما يخص البحث العلمي. الإيميل يفضل على الكيكيو، ونختار باسورد. continue، وتطلع لي الصفحة الرئيسية للباحث في ريسيرش جيت.
طبعا الصفحة عادة تجي بدون صورة أو بدون معرف، نقدر نتحكم في كل هذه الأمور من اختيار الاختيارات سواء البيانات، ولو تلاحظون فيه إديت وفيه أيضا قلم تحرير، وممكن نضيف فيه خيار الريسيرشر، فيه الانفورميشن عن البحث نفسه، فيه ستيت إلى آخره. كل الخيارات هذه يفضل أن الباحث يدخل عليها واحدة واحدة ويجرب أو يعدل ما يحتاج إلى التعديل. على افتراض نحن عدلنا البيانات، ندخل الآن على الريسيرش. الريسيرش اللي هي الأبحاث، إن كان عندنا أبحاث فبتظهر، إذا لم يكن طبعاً بتكون الصفحة فاضية وبيعطيني زيرو في عدد الأبحاث. نضيف البحث أو نضيف الأبحاث التي نود إدراجها في الريسيرش كيت عن طريق اختيار الأيقونة Add a new research، وبنجي لها لاحقاً في بعض الشرائح. الآن كيف أقيم صفحتي على الريسيرش كيت؟ نختار ستيت أو الحالة، وبتظهر لي عدد قراءات الأبحاث، عدد الاقتباسات، الملاحظات إلى آخره طبعاً، وبيحدد لي الفترة الزمنية last week، ولا ممكن أمدد الفترة إلى month إلى آخره. كل هذه الخيارات أي باحث منا يستطيع الدخول عليها بدون ما أفصل أنا في الخيارات. لو تلاحظون فيه عندي المنحنى أو نقدر نسميه مضلع، كل دائرة منها تشير أيضاً إلى citation أو الاقتباسات من الباحث حسب الأشهر. حسب الأشهر طبعاً في الستة أشهر الأخيرة. هذا ما يخص تقييم الباحث لنفسه. في حالة احتجنا إضافة سواء كتاب أو بحث أو مقالة أو مدونة، نختار Add New Research على الصفحة الأساسية. مجرد اختيارها راح تطلع لي الأيقونة أو النافذة اللي على اليسار، أنا مأشر عندها برقم واحد. نختار نوع الريسيرش، نقول Publish Research. مجرد الضغط عليها يطلع لي النافذة رقم 2، ونحدد هل هو article ولا book ولا chapter ولا إلى آخره ولا code. كل هذه الخيارات متاح إدراجها على الريسيرش كيت. حددت اختياراتي، تظهر لي الصفحة هذه على اعتبار أني اخترت article. نختار نوع النشر اللي هو أو نوع المنشور اللي هو article. في حال تواجد الملف عندي والمجلة التي نشر فيها البحث تسمح بنشره، ممكن نضيفه تلقائياً إلى الريسيرش كيت. وعندي خيارين لو تلاحظون بالأزرق، الخيار الأول على اليسار يسمح بتحميل البحث كامل بدون شروط وبدون قيود، الخيار على الجهة اليمنى يسمح بتحميله بطريقة خاصة، يعني مو أي أحد ممكن يشوف البحث. فيه تحت خيارات التايتل، الأوثرز اللي معي، الديت، ممكن نعطي رقم البحث اللي هو DOI، هو تلقائياً بيبحث عن البحث إذا ما كنت أنا أضفته يدوياً. نختار أبلود، وبكذا أكون أضفت بحثي إلى قاعدة بيانات أو إلى موقع الريسيرش كيت. وبالمثل أي مقالة أو أي بحث ممكن إضافتها إلى هذا الموقع. طيب الآن لو أحتاج أقيم باحثين أو أبحث عن باحثين في نفس مجال تخصصي، بكل سهولة أيقونة البحث
نكتب فيها الاسم أو الموضوع أو العنوان أو أي موضوع نريد البحث عنه. ممكن نختار اسم باحث معين أن أخفيته حفظاً للحقوق أو للخصوصية. مجرد ما كتبت اسمه تظهر لي صفحته أو تقييم الصفحة. واضح أن الـ H index عنده ما شاء الله 52. مع السلف سايتيشن أو أنه يقتبس لنفسه بدون الاقتباسات لنفسه، يعني يقتبس مثلا بحث في بحث آخر لنفس الباحث بدونها، الـ H index عنده 48 ويظهر لي أكثر بحث تم عليه الاقتباس. هذا كمثال، لو ببحث عن مساعدين في مشروع بحثي أو ببحث أنا طالب دراسات عليا وأبحث عن مشروع إلى آخره، هذه تسهل لي تقييم الباحث اللي راح أتعامل معه مستقبلا. أين تقع جامعة الملك خالد في الريسيرش جيت؟ بنفس الطريقة راح أبحث عن كينج خالد يونيفرسيتي، مجرد الضغط على سيرش تظهر لي الصفحة الخاصة بجامعة الملك خالد، واضح فيها كل البيانات اللي نحتاجها. على اليمين فيها كل الباحثين المنتمين إلى الريسيرش جيت، على اليسار فيها المدرج أو المنحنى الخاص بقراءات أبحاث جامعة الملك خالد، حتى فيها تصنيف للدول اللي قرأت أبحاث باحثي جامعة الملك خالد. هذا ما يخص الريسيرش جيت، أحد مواقع إنشاء الهوية الإلكترونية. من ضمن المحركات أو المواقع الهامة لبناء الهوية الإلكترونية أكاديمية، وأكاديمية إلى حد كبير يشابه الريسيرش جيت إلى حد كبير، حتى إدخال الأبحاث يكون يدوي. هذه الصفحة الرئيسية للأكاديمية، وعندنا خيارين لتسجيل الدخول، جوجل أو الفيسبوك. هذا حسابي فيها، وهذه صفحة بيضاء أنا إلى الآن ما بنيت. فيما بعد إن شاء الله نسوي ربط بين الأكاديمية والجوجل ريسيرش إذا قدرنا، أو إن نضيفها. لن أسهب فيها كثيرا لأنها نفس الفكرة ونفس الطريقة. ننتقل الآن إلى موقع من المواقع الهامة اللي هو أوركايت آي دي أو أورك آي دي. نتوقف قليلا مع هذا الفيلم وبعدها نستكمل إن شاء الله الشرح عنه.
طيب خلاصة الفيلم اللي قدم إن شاء الله أعرضها الآن من جديد. تعريف بالأوركايد وميزته مطبقة على باحثة كانت تريد تقديم على ترقية معينة أو دعم معين إلى آخره، استخدمت طبعاً أوركيد، وهو واحد من أهم المواقع اللي نقدر ننشئ عليها الهوية الأكاديمية. أوركيد طبعاً يقدم خدمة إعطاء رقم تعريفي ID للباحث مكون من 11 خانة، يسمح لنا بإدخال البيانات الشخصية والإنتاج العلمي يدوياً، يعني ممكن إضافة الأبحاث أو المدونات أو الكتب إلى آخره يدوياً. طبعاً من مزايا الأوركيد أن الرقم التعريفي يمكن ربطه في مواقع بحثية أخرى مثل سكوبس والريسيرش ID إلى آخره، وبنشوفها إن شاء الله فيما بعد. وطبعاً الربط بين المواقع اللي ينشأ فيها الهوية الإلكترونية أو الأبحاث تعطي جودة في رفع الملفات، يعني ممكن أربطها مع سكوبس ومن سكوبس أصدر أبحاثي اللي موجودة في سكوبس تلقائيا. من ضمن خصائص الأوركيد يسمح بتصدير واستيراد السجلات للإنتاج العلمي، وطبعا الريسيرش ID أحيانا يكون صعب، فندخل أو نستفيد من الأوركيد في تصدير الأبحاث إلى الريسيرش ID، وبنشوفها إن شاء الله لاحقا بالتفصيل في الريسيرش ID، لأن فيه نوع من، ما أقدر أقول صعوبة، لكن فيه نوع من التحفظ على طريقة التعامل معه. هذه الصفحة الأولى أو البوابة الأولى للأوركيد. عندي One Research أو الريجستر أو التسجيل. رقم 2 إضافة هوية الباحث. رقم 3 استخدام الأوركيد ID. نبدأ بالتسجيل، بالضغط عليها تظهر لي هذه القائمة أو هذه الصفحة. كالعادة يطلب الفيرست نيم اللاست نيم الإيميل، وأرجع أكد على إيميل KKU. ممكن أضيف هذه اختيارية إيميل آخر، ننشئ كلمة سر حسب الضوابط اللي في الموقع، ونؤكد كلمة السر، وبعدها نختار تسجيل. التسجيل بعد تكملة، طبعا هذه الصفحة اللي تظهر أمامنا الآن هي تكملة الصفحة السابقة، أنشأنا الباسورد. نختار الآن من المتاح له رؤية موقعنا أو الهوية الإلكترونية الخاصة بنا في الأوركيد everyone، ولا نحدد أشخاص معينين، ولا أنا فقط، بالخيارات الثلاثة اللي هي موجودة. بعدها طبعا تأكيد أنه ليس ريبورت، ثم التسجيل، الضغط على أيقونة تسجيل. خطوات سهلة وواضحة وتكاد تتكرر في كل موقع من مواقع تسجيل الهوية الإلكترونية. بعد التسجيل تظهر لنا الصفحة الرئيسية للباحث، وفيها خيارات كل خيار منها يفضل أن الباحث يبدأ يشتغل عليه واحد واحد. كل الخيارات هذه تسمح بإضافة الأيقونات أو المواضيع التي تعبى يدويا. لو اخترنا مثلا الاختيار الأول اللي هو تعبئة بيانات الباحث، الانتماء أو الجامعة، المدينة، الموقع إلى آخره. من مزايا الأوركيد مجرد ما أختار كينكالد يعبي لي بقية البيانات، طبعا القسم حدده، العنوان إذا عندي رابط لصفحتي الشخصية نضعه،
التاريخ اختياري ومكتوب آد تولست نظيف. طبعا الخيارات هذه أو الصفحة الأولى تعطيني تحديد معين لمثلا مسارات الباحث أو مسارات عضو هيئة التدريس، مثلا في فترة من إلى نحدد إن كان في فترة مثلا معيد أو محاضر أستاذ مساعد مشارك إلى آخره. طبعا هذه اختيارية، يكفي تعبئة بند واحد منها، بل مثل بقية الخيارات. ممكن نعبئ الدعم الوركس اللي هي تهمني الآن في موقع أو في محاضرة الليلة، اللي هي إضافة الأبحاث أو الأوراق أو العمل البحثي باختصار. واضح عندنا في آخر الصفحة works، add works، search and link، في خيارات ثلاثة، يعني أبحث عن الروابط للشغل أو العمل أو الأبحاث. مجرد ما أختاره راح تطلع لي أيقونة بقواعد البيانات اللي فيها أو التي يمكن أن يكون فيها بحثنا. نختار ما يناسبنا ونضيف البحث المراد إضافته، أو ممكن أد مانولي يدوياً نضيفها من المحفوظات عندنا في الكمبيوتر. يعني الصفحة أعتقد أنها تشرح نفسها بنفسها كلها. أي باحث ممكن يبني هويته الباحث أو البحثية على أساس ما يرى أنه مناسب لبناء موقع. على اليسار فيه اختيارات هامة، طبعا الكانتري احنا تلقائيا بنعبيها، الكيوردز نعطي مفاتيح او كلمات مفتاحية للشخص او المواضيع اللي تهمنا، الويب سايت، الخيار الاخير او قبل الاخير اللي هو others او other IDs، ارقام اخرى يقصد بها او هنا هام جدا اني اضيف الاي دي في السكوبس وفي الريسيرش اي دي الى اخره. اي رقم لهويه الباحث على اي موقع من المواقع التي ذكرناها او ما زلنا نذكرها يفضل اضافته. بعض الاحيان الموقع لا يقبل الاضافه مباشره مجرد ما اضغط عليها، فنلجا الى طريقه ثانيه لعلي اشرحها بعد قليل. اذا إضافة الأرقام الأخرى مهمة جدا في موقع الأركيد. طبعا إذا اخترنا Add Work تطلع لنا الصفحة هذه، الـ Work Type نوعه هل هو بحث كتاب فصل إلى آخره، نختار العنوان ونعبي بقية الخيارات الضرورية. إن عبينا الاختيارية فخير وبركة. تتبع الخطوات في حالتنا هذه راح يقودنا في النهاية إلى تعبئة جميع الأبحاث في موقع الأوركيد. طيب الآن على افتراض إني في الاي دي الأخرى اللي أبغى أضيفها إلى الموقع هذا ما مشت معي الحال، أو نرجع إلى سكوبس مثلاً أبغى أربط بين الأوركيد والسكوبس. على موقع الباحث الرئيسي في سكوبس واضح عندي الأوثر آي دي، أي أوثر له آي دي على سكوبس، مجرد التسجيل وإنهاء إجراءات التسجيل أو خطوات التسجيل. في آخر الصفحة لو تلاحظون في عندي Add to Orchid، الضغط عليها راح يحولني إلى الأوركيد، وبالتالي كأني أدرجت رقم سكوبس في الأوركيد بتظهر في الأرقام على صفحة الأوركيد. طيب
عندنا آخر موقع من المواقع اللي اقترحنا إن احنا نعرضها الليلة. طبعا المواقع كثيرة لكن هذه أهمها، الريسيرش آي دي أو الريسيرشر آي دي، هوية الباحث أو الآي دي على موقع تومسون رويترز. طبعا الريسيرشر آي دي يتطلب الدخول له أو تسجيل حساب له، الدخول على موقع الآي إس آي أو موقع ويب ساينس وإنشاء الآي دي، وهذه تحتاج إلى محاضرة مطولة. يكفي إن حن نعرف كيفية الدخول إلى الخمس مواقع لسكوبس، جوجل سكولر، الريسيرش جيت، الأكاديمية والأوركيد الليلة، وإن شاء الله في محاضرة لاحقة نفصل في الريسيرش آي دي وكيفية الربط بين المواقع فيما بينها. أرجو أن الأمور تكون واضحة، إن حصل خطأ فنعتذر ونستغفر الله، وإن حصل توفيق فنسأل الله أن ينفع بهذه المحاضرة، وأرجو نشر العلم. أنا متأكدة أن فيكم من هو أفضل في إيصال المعلومة أكثر مني، الهدف إيصال المعلومة أو الطريقة بحيث يكون لكل باحث منا مكان، مجرد ما يحتاج الرجوع إلى أبحاثه. وهذا الأمر أنا عانيت منه كثيراً وقت ما جيت أقدم الترقية، جلست أجمع أوراقي من كل مكان ومن كل موقع إلى آخره، يعني كانت فعلاً مجهدة. فالمواقع الإلكترونية جداً مهمة وجداً توفر الوقت والجهد. أولاً بأول كلما نشر بحث أو نشر أو انتهينا من مقالة أو إلى آخره ندرجها في المواقع، وبإذن الله فيما بعد نشوف كيف المواقع فيما بينها تنقل المعلومات، يعني كأن يتعامل مع موقع واحد فقط وليست الست مواقع هذه. نستقبل الآن الأسئلة. شكرا لكم. في نهاية الورشة أرجو تكرمكم حسب المتاح لتقييم الورشة. الهدف منها هي تعديل أوجه القصور والاطلاع على الاحتياجات التدريبية المستقبلية إن شاء الله. بحط لكم الرابط على الشات. هذه عناوين العمادة للتواصل مع عمادة البحث العلمي، موقع العمادة على موقع الجامعة وتويتر الخاص بها. نبدأ الآن في الأسئلة. في سؤال من دكتورة والأستاذة هاجر، هل لابد من التسجيل في كل موقع؟ أستاذنكم ما راح أذكر الاسم، راح أقول السؤال. هل لابد من التسجيل في كل المواقع؟ يفضل التسجيل فيها، وأنا ذكرت أن فيما بعد إن شاء الله راح نشوف كيفية الربط بين هذه المواقع بإذن الله. هل أرفع أعمالي قبل نشرها في مجلة علمية؟ ما أحبذ أنها تنشر قبل النشر حفاظاً عليها من السرقة العلمية. هل يمكن إضافة الأبحاث المنشورة في مجلات ليس لها مواقع على النت؟ ممكن. هذه أنت اللي تبنين الهوية. طب نشوف الشات. أنا في خيار لـ question and answer Q and A. هل يمكن تعريب المواقع؟ أغلب المواقع اللي ذكرت الليلة تسمح بالكتابة بالعربي، من ضمنها ريسيرش جيت، أيضا سكوبس يمكن الكتابة فيها بالعربي وتحميل الملفات بالعربي حتى. أنا نشرت في مجلة علمية داخل وخارج، هل أرفعها وهل يمكن ذلك بعد النشر؟ وهو الأفضل إنها تنشأ هوية. الآن خلونا نبدأ بموقع، ركزوا على موقع مثلا سكوبس وأنشي فيه كل شيء، وبعدها تنقلي إلى المواقع الثانية.
ممكن التوضيح بصورة مبسطة، أي برنامج أتبع البحث عن موضوع في مجال تخصصي كلها اللي ذكرناها الليلة تقود إلى المواضيع اللي تحتاجينها بالتخصص. سكوبس والريسيرش كيت، الأوركيد، كلها تؤدي إلى إفادة أو عرض ما تم. ممكن إرسال العرض إن شاء الله ينزل على موقع العمادة بحول الله وقوته. السيرة الذاتية في صفحة الجامعة تعد هوية إلكترونية، نعم. هل يمكن التسجيل في أي موقع من غير ما تكون الجامعة مشتركة فيه؟ طبعاً المواقع اللي عرضناها الليلة تستلزم اشتراك هي سكوبس، وآخر الريسيرشر آي دي تستلزم اشتراك، لكن البقية لا، مجانية. لدي في أكاديمي حساب، هل يمكن ربطه بالأخريات؟ نعم، أيوة، شوفها إن شاء الله لاحقا. هل هناك شروط للنشر في هذا المواقع؟ لا دكتورة، لا اشترط. أنت تبنين هوية، أنت اللي تأسسين هويتك. عندي أبحاث منشورة في مجلة ممكن أعيد نشرها. هي المواقع هذه ليست للنشر، هذه توثيق وحصر للإنتاج العلمي، ليست لنشر الأبحاث. نشوف الأسئلة السابقة. كنت أتمنى أن الأسئلة تكون في موقع الأسئلة بدل الشات، لأن الشات فيها مشاركات كثيرة ليست أسئلة. هل يمكن كتابة اسم الباحث بالعربي في بعض المواقع التي تقبل؟ نعم، وأنا أكدت أنه يكتب اسم الباحث بالصيغة التي يكتب فيها أبحاثه. الصيغة التي يكتب بها اسم الباحث على الأبحاث، يعني لو كانت الأبحاث بالإنجليزي لابد يكتب الاسم بالإنجليزي لتسهيل إدراج الأبحاث من المواقع التي تسمح بإدراجها من شبكة الويب. هل يدرج أسماء الأبحاث الخاصة بي أم أن الموقع هو الذي يبحث عنها ويضيفها؟ بعض المواقع تضيف، اللي هي سكوبس تضيف، البقية لا، لابد من إدخالها يدويا. العرض بإذن الله أضيف له إضافات بحيث أن أي أحد يطلع عليه ممكن يستفيد منه مباشرة. والندوة أساساً راح تكون مسجلة إن شاء الله وتدرج أو تنزل على منصة تزامن بإذن الله. شهادة الحضور، أعتذر عن شهادات الحضور مؤقتا للدورات، لأن الهدف هي الفائدة وليست الشهادة. الهدف إحنا نهدف الآن إلى رفع الباحثين، تقييم الباحثين، وتبعا لها رفع تقييم الجامعة. هي تهمني أكثر من أي شهادة، غير إن إحنا أصلا جهة لن نقدم شهادات حاليا. هل ممكن إضافة اسم الجامعة في البحث إذا قدمت البحث وأنا مبتعث؟ نعم أكيد.
كيف تكون البداية لبناء الهوية؟ تسجيل في الموقع. التسجيل في الموقع، اختاري أي موقع أو نختار أي موقع من المواقع ونبدأ في التسجيل في الموقع، ثم حسب طبيعة الموقع إذا يستلزم إضافة يدوية نضيف، إذا كان هو تلقائيا زي جوجل سكولر فلا، هي موجودة تلقائيا، إلا إذا كان في أبحاث لم يضيفها جوجل سكولر وأنا ذكرت السبب، قد يكون فيه تغيير في الاسم، في اسم البحث، في هذه الحالة نقدر نضيفه يدويا. طيب خلوني بس أحط لكم الرابط التقييم. يهمني بالدرجة الأولى هذا الرابط، تكرم الأستاذ الحسين تحطه على الشات. كتابة الاحتياجات التدريبية مستقبلا، وأكرر الدعوة لجميع الباحثين، جميع أعضاء هيئة التدريس الكرام رجالاً ونساء، إلى تقديم مقترحاتكم أو ما يمكن تقديمه للأعضاء داخل الجامعة فيما يخدم البحث العلمي. ممكن نتواصل على عنوان العمادة. سواء تويتر أو البريد الإلكتروني، طبعا البريد الإلكتروني بنفس المعرف تويتر لكن @kku.edu.sa، أو أشرف بتواصلكم معي على الإيميل الخاص. وأنا كتبتها في الشات. شكرا لكم ونعتذر استقطعنا من وقتكم الكثير، أسأل الله أن ينفع بها. ننتظرك يا دكتورة علا في تقديم دورة معامل التأثير، هامة جدا، وهذه أول مبادرة. جزاك الله خير يا دكتورة. أعتذر من اللي ما قدرت أرد على أسئلتهم في الشات، لأني والله تشتت بين الشات وبين موقع الأسئلة. دكتورة رقية، نزلت بحثي في مستودع الأبحاث بجامعة الملك خالد وجدته في جوجل سكولر. هذه ميزات جوجل سكولر، إنه أي بحث ينزل باسم الباحث مباشرة يحطه في الموقع أو في الهوية. الـ H index، ماذا يعني الـ H index؟ هذا مقياس هيرشي، وبإذن الله يخصص له مع معامل التأثير تعريف. طبعاً الـ H index يحسب الـ نسبة الاقتباسات للباحث إلى إجمالي أو عدد الاقتباسات للباحث إلى إجمالي عدد الأبحاث. هذه بصورة تقريبية لكن إن شاء الله نفصل فيها فيما بعد بإذن الله. ونسبة إلى هيرشي، واحد اللي أسس اسمه هيرشي، فيسمى باسمه H index. هل عند التسجيل واختيار الخيارات الأفضل أن أجعل أبحاثي مرئية للكل أم أن هناك محاذير
إذا كان البحث نشر فبالعكس، بالعكس هذا من نشر العلم، وهذا من تسويق الأبحاث أو تسويق الباحث لنفسه. هذه فرصة لتبادل المشاريع، تبادل التعاون البحثي مستقبلاً، الإشراف إلى آخره. بالعكس أنا أشوف النشر أفضل. ماذا يحدث إذا انتقل العضو من جامعة إلى جامعة أخرى؟ بالنسبة للإيميل المسجل، هل حيث يمكن أن يلغي الإيميل؟ لا طبعاً، لا طبعاً، ممكن دمج الإيميلات، أو ممكن التحكم في صفحة الباحث بتغيير البيانات، تغيير الإيميل، لكن تظل الهوية أو الموقع الخاص بالباحث كما هي. هل المواقع العلمية التي ذكرت في المحاضرة لها أيقونة خاصة بتصنيف المجلات كمجلات التوبولوجي والتحليل الدالي؟ هذا بعيد تماماً عن تصنيف المجلات، هذه تصنيف الباحثين، تصنيف الباحثين أو تقييم الباحثين أو زي الـ ID أو بطاقة الأحوال أو الإقامة، خلوني يعني أقرب الصورة، الخاصة بكل باحث، ما له علاقة بالمجلات. فيه مواقع أخرى نقدر ندخل عليها ونشوف تصنيف المجلات، وهذه بإذن الله في محاضرة قادمة بإذن الله. هل يمكن إضافة الأبحاث؟ هذا أجبنا عليه. هل لابد أكون مسجلة في سكوبس قبل أوركيد؟ أيهما يسبق أفضل، لكن لابد من الربط بينهم لسهولة نقل البيانات من موقع إلى آخر. لو تركنا المحاضرة في طلب، يا ليت يكون الموعد المحاضرة بعد صلاة العشاء مباشرة بإذن الله، ترتبط بحتى مقدمي وأعضاء أو الكرام اللي في عمادة التعلم الإلكتروني، يعني ما ودنا نأخر الناس زيادة. عادي لو أكتب بحث كامل وأحفظه عندي قبل نشره في موقع الجامعة؟ ممكن، وتحطين الخيارات عدم رؤية حفاظاً عليه من السرقة إلى أن ينشر، بعد ما ينشر لا، أتيحي للجميع. التسجيل كما ذكرنا راح يكون إن شاء الله على منصة تزامن. هل لابد أن يكون الإيميل تبع الجامعة؟ لا طبعاً ليس بالضرورة، لكن يفضل إلا في المواقع التي تستلزم، يعني ليست مجانية. باختصار المواقع التي ليست مجانية زي سكوبس والريسيرشر آي دي، هذه لابد أن يكون على حساب الجامعة لأنها تتبع مواقع أو تتبع قاعدة بيانات الجامعة مشتركة فيها. دكتورة رقية، كيف لقيتي في جوجل سكولر وأنت ما سجلتي فيه؟ يعني كيف دخلتي على الجوجل سكولر واكتشفتي هذا الشيء دكتورة؟ أرسلي لي الرد إذا تكرمتي خاص. طيب شكرا لكم. كان في أسئلة فيما بعد راح نجيب عليها إن شاء الله في المحاضرات القادمة. شكرا أستاذ الحسين، أكرر شكري للأستاذ محمد جار الله، شكري موصول إلى سعادة عميد عمادة البحث العلمي وإلى الوكلاء الكرام للعمادة على دعمهم وتعاونهم وتسهيلهم وتذليلهم للعقبات أو الصعوبات اللي واجهتنا في إعداد هذه الورشة. أشكر لكم حضوركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.